يعقد اليوم حزب تقدم الاشتراكية هذه الجامعة الثانوية، واختار لذلك موضوع سياسة، مكانة السياسة، وعنونا ذلك بالسياسة أولا. لماذا؟ لأننا نعتبر بأنما فعلا السياسة تحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى رجة حقيقية من أجل أن نصالح المواطن مع الفضاء السياسي، من أجل أن ندكي نوع من المصداقية والثقة بهذا الفضاء السياسي، من أجل أن نركز فكرة بأنه بقدر ما تحيا السياسة ويحيى الفضاء الديمقراطي ونتقدم في الإصلاحات على هذا المستوى بقدر ما تنجح الإصلاحات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية المختلفة. واليوم نلاحظ فتور وخفوت حقيقي بالنسبة لهذا الفضاء السياسي، وأردنا أن نناقش مع عدد من الأطراف السياسية والحزبية الأخرى كيف هي هذه السياسة، وكيف يمكن أن نعيد لها التوهج الضروري، وأن نحدث المصالحة الضرورية مع المواطن. أنا سعيدة جدا أن أحضر اليوم في الجامعة الثانوية الفعاليات ديالها بدعوة كريمة من أصدقاء ديالنا في حزب تقدم الاشتراكية، وكنظن بأنه كعادة تقدم الاشتراكية في الاختيار ديالهم ديال موضوع هذه الجامعة اليوم وهو السياسة أولا بهدف إعادة الاعتبار للسياسة، أظن على أنه الحزب وضع يده على الجرح في الحقيقة، فالحاجة ملحة اليوم في المغرب أن نعيد الاعتبار للسياسة في الوقت اللي كنلاحظ بأنها أصبحت مستهدفة. السياسة كفعل نبيل، السياسة كرسالة، السياسة كرؤية، السياسة كأخلاق، السياسة كنخبة واعية قادرة على تأطير المجتمع. كنلاحظ اليوم بأنه أصبحنا نبحث عن آليات متعددة لاستبدالها، استبدال السياسة بفعل آخر. وحنا كأحزاب سياسية وكمتحزبين نؤمن بأنه ما يمكنش نحقق تنمية، وراه كما يقولها شعار اليوم الجامعة، لا يمكن لأي مشروع تنموي أن ينجح دون أن تكون السياسة في عمقه. فلذلك احنا اليوم كحزبيين باش نشارك ان شاء الله في هذا النقاش. الجامعة الثانوية الحزب اللي كينظمها حول موضوع السياسة اولا لإنجاح المشروع الديمقراطي التنموي، هو كيعتبروا الحزب موضوع ذو راهنية بالنظر للأهمية والمحورية ديال الديمقراطية في إنجاح المشروع التنموي لبلادنا، وكذلك دور الفعل السياسي والممارسة السياسية كركيزة من الركائز الأساسية للمسلسل الديمقراطي في بلادنا. وكنعتبروا اليوم غيكون فرصة للنقاش من خلال المتدخلين من مشاربة مختلفة حول يعني المداخل لتعزيز الممارسة السياسية ببلادنا في ظل ما تعرفه الهوى ما بين المواطن والمؤسسات السياسية من أحزاب ومؤسسات منتخبة، يعني من هو كبيرة جدا، وفقدان الثقة وفقدان يعني المصداقية ديال هذه المؤسسات في وجهة نظر المواطن. اليوم كنعتبروا بأنه من الضروري إعادة الاعتبار للفعل السياسي وللممارسة السياسية باعتبارها صمام أمان للاستقرار السياسي والاجتماعي في بلادنا، باعتبارها كذلك من الدعائم الأساسية للمسلسل الديمقراطي. بلادنا خطات خطوات كبيرة جدا، يعني تم إصدار دستور 2011 الذي جاء متقدما جدا مقارنة بباقي الدساتير منذ 1962، مقتضيات وأحكام جدا متقدمة على المستوى الديمقراطي، على المستوى السياسي، على مستوى الحقوق والحريات. لكن الواقع يقول بأننا لازلنا بعيدون كل البعد على تنزيل على الأقل المضامين التي وروح دستور 2011 على مستوى الممارسة الفعلية على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي ببلادنا.